العاشرة بتوقيت القاهرة، نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية، أهلا بكم. سقوط صاروخين على الأقل في بلدة المطلة على الحدود مع لبنان، وإسرائيل تلغي قيودا فرضت على تجمعات سكنية في الشمال. جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لبحث تفجيرات الأجهزة اللاسلكية التي شهدها لبنان وتسببت في وقوع عشرات الضحايا وآلاف المصابين. 22 شهيدا بقصف الاحتلال منازل الفلسطينيين في وسط وشمال قطاع غزة. والبداية إذن مع التطورات الميدانية في لبنان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخين أطلقا من جنوب لبنان باتجاه المطلة في إصبع الجليل، ومن جانبه أعلن حزب الله تنفيذ 17 هجوما ضد أهداف إسرائيلية في الجليل والجولان وتلال كفر شوب المحتلة على امتداد يوم أمس، موضحا أنه قصف حانيتا ورمية وزرعيت والمطلة والصماقة. من جانبه أفاد إعلام إسرائيلي بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه المستوطنات الشمالية خلال الساعات الأخيرة، منها 20 صاروخا استهدفت الجليل الغربي، فضلا عن 8 صواريخ ضربت موقع المطلة، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في بيوت المستوطنين وانقطاع الكهرباء في المنطقة. أعلن جيش الاحتلال إلغاء أوامر تقييد الحركة والتجمعات الكبيرة التي أصدرها لعدد من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان، وفرضت إسرائيل تلك القيود في أعقاب بدء موجة مكثفة من الضربات على جنوب لبنان، مما فاقم المخاوف من حدوث تصعيد كبير على الحدود بين إسرائيل ولبنان. ولمزيد من المتابعة انضم إلينا من جنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، أهلا ومرحبا أحمد، ما الجديد لديك حول طبيعة التصعيد على الجبهة الشمالية مع الجنوب اللبناني؟ نعم، تحياتي لك في البداية. ربما الهدوء الحذر يسيطر على الجنوب اللبناني في خلال الساعات الماضية، وذلك بعد موجة عنيفة وغير مسبوقة من التصعيد على مدار يوم أو على مدار ليلة أمس تحديدا، التي شهدت أكثر من 50 غارة جوية نفذها الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه عدة بلدات في محيط مجرى نهر الليطاني في عمق الجنوب اللبناني في أكبر موجة تصعيدية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه الموجة التي وقعت مساء أمس كان قد سبقها موجة ولكن كانت حدتها أخف، استهدفت عدة بلدات أيضا في محيط مجرى نهر الليطاني في القطاع الأوسط للجنوب اللبناني، وقبلها كانت عدة بلدات لبنانية على طول الحدود قد تعرضت إلى غارات جوية إسرائيلية وأيضا قصف مدفعي. في المقابل حزب الله أعلن أنه نفذ 17 عملية من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، وهذه العمليات ربما تميزت بأنها عمليات نوعية، وحتى المواقع التي تم استهدافها قبل ذلك وأعيد استهدافها مرة أخرى بالأمس كان الاستهداف مختلفا عن الاستهدافات السابقة. على سبيل المثال آخر عمليات الحزب بالأمس كان استهداف موقع المطلة العسكري الإسرائيلي، هذا الاستهداف تم بمجموعة من صواريخ فلق شديدة الانفجار والتي ربما تستخدم لأول مرة بهذه الكثافة في استهداف موقع المطلة الذي اشتعلت فيه النيران حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بالإضافة أيضا إلى عدد من المواقع في عمق الأراضي الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي مثل بيت هلل وعدد من المناطق الأخرى على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.
أحمد، عقب هذه الاستهدافات الكبيرة التي ذكرتها من قبل حزب الله لمناطق في شمال إسرائيل، ماذا عن طبيعة الأراضي الإسرائيلية؟ هل تم توجيه رد إسرائيلي على هذه الاستهدافات حتى الآن؟ نعم، بالتأكيد فالغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة ربما جاءت في إطار الرد على العمليات التي نفذها الحزب من الجنوب اللبناني على مدار يوم أمس، وخصوصا أن ربما الرسالة الأساسية التي بعث بها حزب الله من خلال العمليات الكثيفة التي نفذها بالأمس أن الضربة أو ما سمي بمجزرتي الثلاثاء والأربعاء لم تؤثر على قدرات حزب الله العسكرية ولم تؤثر على عناصره المنتشرة في الجنوب اللبناني. وربما الرسالة الأخرى أن لا عودة لمستوطني الشمال الإسرائيلي إلا بشروط الشروط التي تحدث عنها الحزب، وهي وقف إطلاق النار أولا في قطاع غزة، وأنه لا عمل عسكري قادر على إعادة المستوطنين. ولكن بكثافة الصواريخ التي أطلقت نحو عمق أراضي خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ربما هي رسالة أيضا تقول أن هناك مستوطنات أخرى قد يتم إخلاءها فيها الشمال نتيجة لصواريخ الحزب وأسلحة الحزب التي يمكنها الوصول إلى مدى أكبر، وأنه لا حل عسكري لأزمة مستوطني الشمال أو للحدود بين لبنان والمناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني أحمد، ربما مع عدم يعني ارتباط ما يذكره أو تذكره إسرائيل حول قرب عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى مستوطناتهم في الشمال، عدم ارتباط ذلك مع هذا الاستهداف من قبل حزب الله، أنتقل بك إلى تواجد اللبنانيون في الجنوب اللبناني الذي هو مرشح يوميا لاستهدافات إسرائيلية، ماذا عن طبيعة التوافد اللبناني من الجنوب إلى المناطق الأكثر أمانا بالقرب من بيروت وفي مناطق أخرى؟ نعم، بالتأكيد القرى الحدودية هي شبه خالية من السكان نتيجة عمليات النزوح المستمرة على مدار الأشهر الماضية، فهذه البلدات كانت تتعرض بشكل شبه يومي إلى سلسلة عنيفة من الغارات الجوية الإسرائيلية وأيضا عمليات القصف المدفعي. ولكن في بعض البلدات الأخرى وهي بلدات الصف الثاني، ربما الحياة لا تزال سارية في هذه البلدات، هناك عمليات نزوح كبيرة تمت في هذه البلدات، ولكن لم يتم نزوح جميع سكان هذه البلدات من يمكن أن ترى الآن. هذه هي إحدى البلدات، بلدات الصف الثاني، بلدة مرجعيون أو بالبلدات بينها وبين الحدود مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بلدة واحدة وهي الخيام. الخيام شبه خالية تماما من السكان جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. ولكن ربما اللافت في العمليات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها لم تستهدف فقط البلدات الحدودية، ولكنها تجاوزت البلدات الخلفية تجاوزت الصف الثاني والثالث ووصلت إلى عمق أكبر، تجاوز كل هذه البلدات. أنت ترى الآن على سبيل المثال بلدة مرجعيون في قضاء مرجعيون في القطاع الشرقي، ما تم استهدافه هو خلف هذه المناطق التي تظهر على الشاشة الآن، أي ما بعد مرج عيون وصولا إلى محيط مجرى نهر الليطاني. هذا على سبيل المثال هو موقع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وتحديدا الكتيبة الأسبانية العاملة في الجنوب اللبناني التي تضم ما يقرب من 677 جنديا هنا في الجنوب. العمليات جميعها تركزت على خلف هذه أيضا الوحدات العسكرية، فتجاوز كل ذلك ووصل إلى عمق الجنوب اللبناني وصولا إلى مجرى نهر الليطاني في هذه الجبال التي تظهر على الشاشة الآن. هذه المناطق المعروفة بمنطقة جبل الريحان وكسارة العروش ومنطقة المحمودية وعدد من المناطق في محيط مجرى نهر الليطاني وصولا إلى بعض البلدات في قضاء جزين، أي أنها خارج قضاء مرجعيون وخارج قضاء النبطية، فقضاء جزين هو الأقرب إلى العاصمة اللبنانية بيروت، هو أين أيضا في الجنوب اللبناني ولكنه هو الأقرب إلى منطقة جبل لبنان والأقرب أيضا إلى العاصمة بيروت. نعم أحمد، أشكرك جزيل الشكر على ما أفدتنا به من تحليل دقيق ومفصل لطبيعة الأوضاع لديك في الجنوب اللبناني، شكرا لك.
أفادت وسائل أعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية بأن إسرائيل خططت على مدى 15 عاما لعملية تفجير أجهزة الاستدعاء السريعة البيجر، وأدت الانفجارات التي شهدها لبنان على مدار اليومين الماضيين والتي تم إطلاقها عن بعد بواسطة متفجرات داخل أجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي إلى مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وإصابة 2931 آخرين. أفادت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة أن تحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية بخصوص أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي انفجرت هذا الأسبوع أظهرت أنها كانت ملغومة بمتفجرات قبل وصولها إلى البلاد. وأضافت البعثة في بيان لها أن التحقيقات أظهرت كذلك أن أجهزة الاتصالات تم تفجيرها عبر رسائل إلكترونية. أعلن وزير الاقتصاد التايواني أن المكونات المستخدمة في صنع آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية البيجر التي انفجرت في لبنان لم تصنع في تايوان. وأوضحت شركة جولد أبولو التي تتخذ من تايوان مقرا لها أنها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، بل صنعتها شركة بي اي سي ومقرها بودابست والتي لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية. استجوب ممثلو الادعاء في تايوان رئيس ومؤسس شركة أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي تعرف باسم بيجر مرتبطة بتفجير آلاف من تلك الأجهزة في هجوم استهدف حزب الله اللبناني. وقال مؤسس ورئيس الشركة التي مقرها تايوان إن الشركة لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، بل صنعتها شركة أخرى في المجر لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية. وأظهرت صور لأجهزة الاتصال المدمرة حللتها وكالة رويترز تصميما وملصقات على ظهرها تتطابق مع الأجهزة التي تصنعها الشركة التايوانية. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من بيروت هشام الناطور المختص في التطوير التكنولوجي. أهلا ومرحبا بك أستاذ هشام. نتحدث عن هذه الحادثة التي أدت إلى مقتل 37 لبنانيا من أفراد حزب الله وإصابة آلاف الأشخاص، كيف ستؤثر هذه العملية في تغيير المفهوم السائد حول أن الأجهزة القديمة من هذا النوع أفضل من حيث الأمان عن الأجهزة الحديثة المستخدمة حاليا؟ يا هلا، صباح الخير لحضرتك للمشاهدين. أول شيء بدنا نأكد أنه اللي صار هو خرق أمني وسيبراني كبير جدا، وحتى خرق بنوع الأجهزة اللي عم بيتم استخدامها من قبل الحزب. هلا بخصوص انه الاجهزه القديمه هي اكثر امانا او لا، نحن بوقت صار انه يعني مثلا لما هاي الاجهزه تم الحزب يعني استحوذ على هاي الاجهزه او حصل عليها، مثل ما شفنا نحن انه طلع في يعني صارت القصه عن طريق شركه غير الشركه الام، وتم بيان قصه انه كان في مجندة من قبل الموساد واللي هي إيطالية الجنسية من أصول مجارية قامت بتأسيس شركة بهنغاريا، ومن بعدها أخذت امتياز بتصنيع هاي الأجهزة تحت الاسم التجاري لجولد أبولو. اللي صار إنه هاي الشركة اللي سلمت الحزب هاي الأجهزة، قام الموساد بتجنيد هاي الشركة لصالحه، وتم زراعة المواد المتفجرة داخل هاي الأجهزة وصارت الكارثة اللي صارت. هلأ بخصوص إذا الأجهزة القديمة هي أكثر أمانا، صراحة بالوقت الحالي يعني كل شيء يتعلق بالاتصالات وحتى بالشبكات الخاصة هو قابل للاختراق، هو ما في شيء آمن أجمالا، وما في أي خطوة احترازية لحتى يكون في وقاية من هذا الموضوع. فهي عكس القصة الشائعة أنه الأجهزة القديمة لأنها لا تتمتع بخاصية الجي بي أس أو اللوكيشن هي أأمن،
لا بالعكس، كل الأجهزة قابلة للاختراق، حتى لو كانت تعمل على شبكات خاصة، إذا تم اختراق الشبكة الخاصة يعني تم الوصول للأجهزة القديمة كانت أو حديثة. نعم سيد هشام، تعددت الروايات المتعلقة بالأسباب الكامنة وراء هذا الحادث، هناك حديث عن زراعة متفجرات تم الإعلان عنه، تم الحديث أيضا عن إرسال يعني فيروس أو وجود خرق أمني أو ثغرة في هذه الأجهزة، إلى أي روايات تميل ولماذا وفقا لتخصصك في تطوير التكنولوجيا؟ صحيح. هلا انا صراحه اميل اكثر لروايه انه تم زراعه مواد متفجره داخل اجهزه البيجر، لانه من المستحيل ان يتم تفجير اي جهاز كان نوعه، ان كان للاستخدامات العسكريه مثلا او ان كان للاستخدامات المدنيه مثل الاجهزه اللي نحن بنستخدمها من 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 اجهزه خليوي حديثه لاجهزه محمول لكمبيوترات محموله او كمبيوترات عاديه. السبب انه لما تم زراعه المواد المتفجره بهاي الاجهزه، تم ارسال رسائل على هاي الاجهزه اللي بتحمل المواد المتفجره، ومن ثم قامت دور بطاريه الليثيوم بدورها بارتفاع درجه حرارتها، ومن ثم كانت هي بمثابه الصاعق او البوستر يلي ادى لتفجير المواد اللي داخلها. ومن بعدها يعني اكيد نحن عم نحكي عن التفجير اللي صار، وبالإضافة لتأثير احتراق بطارية الليثيوم يلي زاد من القصة أكثر، فأدى لهي التفجير والإصابات اللي صارت. لعل ما يعزز هذه الفرضية سيد هشام هو تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبطارية هذا الجهاز أثناء إشعال النيران به في حالته الطبيعية، فأحدث تفجيرا أقل بكثير مما أحدثه. صحيح. يعني هذا الحادث 100%. فنحن هون عم نحكي أنه بطارية الليثيوم هي كانت بمثابة بوستر، يعني مثل بادئ الانفجار أو بادئ لحتى يكون في عملية الانفجار اللي تمت زراعة، يعني اللي تمت فيها المواد المتفجرة داخل جهاز البيجر، وكانت هي بمثابة يعني الدفع البوش مثل ما بيقولوا أو البوستر لحتى يصير هذا الانفجار، ولهيب الليثيوم مع المواد المتفجرة أدى لهي الإصابات 100%. نعم، على كل الأحوال أشكرك جزيل الشكر على تحليلك، كنت معي من بيروت هشام الناطور المختص في التطوير التكنولوجي. أظهر استطلاع رأي أجراه إعلام إسرائيلي أن 60% من الإسرائيليين يؤيدون هجوما استباقيا على حزب الله اللبناني، كما أشار استطلاع الرأي إلى أن 20% من الإسرائيليين يرون أن هذه الخطوة خاطئة في ظل المخاوف من حدوث تصعيد خطير يجر المنطقة إلى حرب إقليمية. من جهة أخرى أبدى 52% من الإسرائيليين معارضتهم لإقالة وزير الدفاع يؤاف جالانت. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم بشأن تفجيرات الأجهزة اللاسلكية التي شهدها لبنان خلال الأيام الماضية، وتسببت في وقوع عشرات الضحايا وآلاف المصابين. ويهدف لبنان من خلال الجلسة إلى إدانة تلك الجريمة ومحاسبة إسرائيل والضغط عليها من أجل وقف عدوانها على المدنيين العزل والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جاين بيير إن موقف الولايات المتحدة ثابت ضد كل التهديدات المدعومة من إيران بما في ذلك حزب الله اللبناني. وأضافت جان بيير أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الأفضل لوقف التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وأن واشنطن لا تزال ترى إمكانية تحقيقه، وأشارت إلى مواصلة العمل على إيجاد حلول دبلوماسية بديلة للسماح للمدنيين النازحين بالعودة إلى ديارهم، مؤكدة أن وقف إطلاق النار في غزة سيعمل على خفض التوترات بالمنطقة. والآن مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية. We'll be right back.
نتحقق في أمل. يئسنا. أفادت وسائل أعلام فلسطينية بسقوط 8 شهداء بينهم أطفال وإصابة آخرين جراء استهداف مدفعية الاحتلال فلسطينيين في تل النويري غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بسقوط 6 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب منتزه البلدية بمدينة غزة شمال القطاع. واستشهد 7 فلسطينيين بينهم سيدتان بقصف للاحتلال استهدف منزلا في حي الدرج وسط المدينة. وفي بيت لاهيا شمال القطاع استشهد طفل وأصيب فلسطينيون آخرون بقصف شنته طائرات الاحتلال الحربية على أحد المنازل. أفادت وسائل أعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة لا تتوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير المقبل. يأتي هذا في حين أفادت وسائل أعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال شن غارات عنيفة في محور نتساريم وسط القطاع، فيما يستمر القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة بجميع أنحاء القطاع. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن 83% من المساعدات الغذائية التي يحتاجها قطاع غزة يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخولها إلى القطاع. وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن الوضع الحالي أجبر الفلسطينيين على تناول وجبة واحدة كل يومين، وأن الوكالة تضطر إلى توزيع مواد غذائية عالية الطاقة لمنع وصول الأطفال إلى مرحلة سوء التغذية. يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه الإنسانية داخل القطاع عبر استهداف المزيد من المدنيين في وقائع تنتهك كافة القوانين وتتجاوز صبر أهلها. وفي مشهد متكرر داخل القطاع دون رادع للاحتلال، يفقد الأهالي كل يوم عددا من ذويهم وعائلاتهم في منحنى متصاعد للانتهاكات والمأساة. بلفافة بيضاء ودموع منهمرة وصرخات مكتومة يكتمل المشهد الجنائزي المعتاد للضحايا في غزة. فكم من أم بكت أبناءها وأب هزمته آلة الاحتلال بحصد أرواح أبنائه ليتركهما القدر يشكيان كارثتهما للسماء. المشهد تلك المرة باغت قلب الأب الفلسطيني محمد أبو حوج الذي وقف عاجزا وسط جثث أطفاله المسجات على أرفف المشرحة، محطم القلب ويحمل عقله ألف سؤال بينما لسانه لا ينطق سوى بشيء واحد: ماذا جنى هؤلاء الصغار؟ أي خطر مثله أبنائي على ذلك الاحتلال الغاشم؟ تعال شوف يا عم، شوف أماطر، شوف إيش عمل هذا؟ سلام 9 شهور، إيش عمل؟ الحمد لله ضرب صاروخ، قاعد آمن بيننا. طلع أمان، طلع طلع يا جماعة، طلع يا عالم، إيش عمل أبو 9 شهور؟ مخزن، طلع طلع ابني كيف؟ طلع. ليست مجرد جريمة إنسانية، إنه شموخ رجل ينهار وأب يقهر أجبرته الحرب على تكفين أبنائه كافة الذين حولتهم آلة الاحتلال لأشلاء ممزقة حتى بات لا يدرك أي جزء منهم ينتمي للآخر، لكن حتما جميعهم ينتمون لقلبه المحطم. مضلش الحمد لله من عيلتي حدا، أشكر الله كل حال. أبرياء أكبرهم ميرا 8 سنين، أصغرهم 1.5 سنة، 9 شهور، إيش عملوا؟ الحمد لله طلعت رجعت لقيت كل عيلتي مستشهدة، مدنيين لا لهم في شيء ولا لهم في أي حاجة، قاعدين أبرياء بجيب لهم حاجة يأكلوها الحمد لله، جايف رب مروع عليه مفرحهم، بس خلص قدر الله وقدره، حسبي الله ونعم الوكيل على كل حال. سيناريوهات الحزن وقهر الرجال تتواصل داخل القطاع الحزين على بعد كيلومترات بسيطة من قلب العالم الصامت. فغزة لا تذبل فقط لكنها تفقد جلد رجالها وصبرهم. غزة المسكينة فاض بها الكيل تماما وعدوها لا يزال يواصل انتهاكاته الشيطانية.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية النشرة. أشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.